السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة، صلوا على النبي المصطفى، بارطاجيو الفيديو في كل مكان أعزائي المشاهدين. شروح هذا الفيديو خصيصا حول يوتيوبر أنا شخصيا متابعه، اسمه هو عيسى، هو مقيم، كان مقيم في أمريكا من أجل دراسته، وراح قضى يوم مع شرطي سعودي يعمل في الشرطة الأمريكية. أعزائي المشاهدين، شرطي سعودي يعمل في الشرطة الأمريكية، تابعوا معي الفيديو خواتي اخواتاتي. المهم وصل إلى مركز الشرطة. وصلنا مركز الشرطة، مركز الشرطة الآن ورانا، نبدأ نسلم على صديقنا. بسم الله. أوكي. هلا حبيبي، طلع كيف حالك؟ طيب كيف حالك؟ طيب تو نورت هيوستن حبيبي، بنورك. اعرفكم على حبيبنا طلال. طلال ما شاء الله طالب ماجستير هنا في هيوستن. اعزائي المشاهدين، ملاحظه لان بخصوص الشباب الخليجيين، يعني شباب يتكلموا بواحد الطريقه محترمه بشكل كبير. يعني احنا المغرب الكبير، ولا يعني لما نتكلموا على الجزائريين مغاربه التوانسه، طريقتنا في الكلام ماشي مفهومه عندهم. احنا حتى احنا عندنا الظرافه، ولكن هما ظرافتهم باللغه العربيه. كيف احوالك؟ انت بخير؟ انت يعني تشتغل برضو مع الشرطه هنا؟ ما شاء الله تبارك الله. صحيح. اليوم ان شاء الله عندنا جوله باذن الله، رايد الونج نسوي لك ان شاء الله، ونوريك البوليس وورك هنا. ممتاز. تقضي تقريبا 8 ساعات يعني. الان ان شاء الله نروح نسوي اجراءات، صح؟ لازم نسوي اجراءات، وما يمدينا نصور جوا، نروح نخلص اجراءات مع طلال باذن الله ونرجع لكم باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي. لما دخلنا جوا اعطونا توزيع السيارات، صح؟ كل عسكري توزيع. والان ان شاء الله بناخذ واحد من الدوريات هذه ونبدا جولاتنا ان شاء الله. باذن الله. هذه السيارة. هذه التورس. التورس. زي ما انت شايف مو مريح. جدا مو مريح. لا. عبارة عن بلاستيك المقاعد هنا، مو مقاعد. هذه شوف يعني بلاس وين يديروا فيها هذاك اللي المجرم. عادية خاصة بالمجرمين هذه. ايوه عندك الحاجز هذا علينا ولا شيء. والله قوي ذا ما شاء الله ومدبل. ها لو تبغى اعطيك ارمر، اعطيك ارمر هذا ضد يساعد انه يوقف الرايفل. جميل، ممتاز. بس هو اقدر اعطيك اياه. والله ثقيل، والله ثقيل. يا ما شاء الله، خلاص تمدام شرطي شرطي ما شاء الله عليك. امين. اي ناخذ الاسباب. وهذا عيسى، امرك خاطي دقيقه فقط. عيسى رابط قناته موجود في الديسكريبشن بوكس، هو يوتيوبر صراحة عنده محتوى وفلوقات جميلة جدا وممتعة، وطريقة كلامه طريقة محترمة، ويعني المواضيع اللي يعالجها مواضيع محترمة وجميلة صراحة، يعني مبدع. أنا بالنسبة لي هذا عيسى يوتيوبر مبدع. ممتاز. كذا نكون لبست السترة هذه والدرصاص، الله يحمينا بإذن الله. الآن إن شاء الله نبدأ جولتنا في الدورية ونشوف إيش يصير معنا اليوم. يلا توكلنا على الله. إن شاء الله خير. يعني أنا متحمس. الله. كأن أنا مسافر في الدورية. حلو. الآن هذا عندك جهاز هنا طلع ما شاء الله. إيش يجيك عليه بالضبط؟ يعني يجيك عليه معلومات البلاغات؟ جينا بلاغات، هذا البلاغات كلها الموجودة. إيش عندنا بلاغات؟ طيب ممكن نقي إحنا عادي يعني؟ حلمي كان هو أن نشوف ماذا يحدث في الكمبيوتر الموجود داخل سيارات الشرطة الأمريكية، والآن يعني أنا وشاهد هذا الأمر. نشوف هذا كود 4444. حلو. 4 انه الاهميه مو مره، 4 اهميه مو مره، 1 اهميه قصوى، 2 اهميه يعني يمكن لو في 2 وفي 4 يرسلوك للاثنين. فنشوف البلاغ، ندور على بلاغ كذا مناسب. شوف مثلا هذا بلاغ ترافيك هازارد، انه في يعني شيء في الطريق، يعني انه قاعد يمكن يحجب الطريق او شيء. يقول color states that there is an abandoned gray folder car in the middle of the street. حلو. okay. نروح مباشره. طيب قريب بعيد ولا خلص؟ نقدر نروح. يا طبعا البلاغ هذا، يلا اقرا البلاغ. ايش مكتوب؟ gray folder. فباك ساعدني تشوف سياره بان انه مشبوهه انت يعني. حلو. طيب يا اخوان الان ان شاء الله بنروح مباشر بلاغ. بلاغ عباره عن سياره واقفه في الطريق ومشبوهه، مو عارفين فيها. انا شو الكونسيبت؟ كونسيبت مبسط، يعني كل بلاغ عنده رقم وكل رقم عنده معنى، وانت تذهب للبلاغ على حسب الخطوره تاع البلاغ هذا. احد ما في احد، فلا راح نشوفه ان شاء الله. صحيح. نظام الشرطه نظام شركات خصخصه يعني. لا وصلنا يعني الحين وصلنا. حلو. الان مهمتنا ندور على سياره رصاصيه موقفه بشكل مشبوه. صحيح. صحيح. الحين انا انت شايف سياره بس شارع عادي ماشي طبيعي، شارع عادي ماشي، صح؟ بعض الاحيان البلاغات ما تكون يعني دقيقه، او مثلا بعض الاحيان تكون السياره موجوده فجاه راحت. الحين انا مو شايفين شيء، ما في اي شيء. ما في شيء سو فار. انت هل انت شايف سياره شيء؟ ما في اي شيء، ما في شيء، صح؟ سو فار وي كود نوت لوكيت ذا فيكل. بعد ما مشينا في التقاطعين اللي قبل ما لقينا السياره للاسف. فالحين لازم نقفل البلاغ، صح؟ اي نزلوا بلاغ كود 2. كود 2. ايوه. طيب ايش البلاغ؟ انه يعني احتمالية واحد بينتحر. لا اله الا الله. وانا حلو. يلا نروح. فهمتوا ولا فهمتوا ايش اخوتي؟ وصلهم بلاغ من درجه ثانيه، يعني هناك احتمال انه شخص ممكن ينتحر يعني على حسب البلاغ. عندنا الامكانيه نروح بالسيفتي يعني. السيفتي هو الصوت. احنا عنا، صح؟ وخر وخر وخر. يلا الناس يوخروا عننا. كفو كفو. في ناس ما ينتبهون. ايوه هذا مو منتبه. فهذه اشاره اخرى لازم ايش نسوي؟ ها نهدي؟ نهدي. بعدين نقطعها عادي. نقطعها اول شيء نشوف ترافيك. ما في احد، خذها مني. كلير كلير. مره كلير. نقطع الاشاره.
اول ما نوصل اباك تنتبه. انا بقول لك لو امن انك تطلع من السياره. طيب عاد اسوي انا؟ لا بسم الله. نص سمايل صح؟ جميل. مره معنا خلاص قربنا من مكان البلاغ الان ان شاء الله. هناك فيديوهيه ثانيه اللي جات معنا البلاغ واحنا الان وصلنا عشان ننزل. طبعا ما عندي انزل لازم استنى هنا شويه شوف طلال ينزل شوف الوضع بعدين يرجع يقول لي تبع نفسك. يلا الله يستر عليك. زي ما انتم شايفين تاكد بس طلال انه كل شيء تمام وممكن انزل وممكن ما انزل فنستنى الان ونشوف الوضع كيف. بس شوفوا كذا تكون الدوريه وهذا جهاز السيفتي وهذا اللابتوب اللي فيه البلاغات. يلا تيجي معنا الحمد لله انزل كلير. يس كلير. يلا اي طيب ايش طلع ذي؟ شفنا شيكنا عليه قالوا انه اوفر دوز. اوفر دوز زي ما شايفين مدري وش مخدرات. مخدرات تقتل. موجهين اشاره على الشقه اللي فيها البلاغ في اشتباه انه اخذ جرعه زايده بس انه الامور تمام. اخذوا مخدر اسمه زانكس لانه قال ما ينتحر ياخذون الاسعاف ويودون المستشفى يشيكون عليه. صراحه الانجلي تاع هذاك الشرطي السعودي انجلي نظيفه انجليزيه نظيفه يعني كما قال ياسين بنو. وصراحة الأمر متوقع لأنك باش تعمل مع الشرطة يجب عليك أنك تكون مفهوم وتفهم وتفهم الناس في الشارع لما تتكلم معهم وتفهمهم. يعني experience ولا أروع. اوكي اشوف تدخلات الشرطه تكون يعني ليس في الجرائم فقط حتى في امور مثل هذه. بس شفتوا كيف يحاولوا يقنعوه الرجال الله يشفيه ونائب تلينا خارج الخدمه الان. ان شاء الله بنشوف بلاغات ثانيه. بلاغ واحد الحمد لله ما في بلاغات. بلاغ واحد باركينج الليجل واحد موقف موقف غلط موقف غلط. بلاغ انا اشوف هذا مو مهم. انا اقول خلينا ننتهز الفرصه ان نوقف ناس مخالفات مروريه وترافيك ستوبس والحركات زيدها يعني وقف مكان زيدها حلو نقصد يعني نقصد رايحين يديروا كمين الاشخاص الذين لا يتوقفون في ستوب يعني كمين عربي في امريكا. اي بلاغ يا شيخ. انا مره بلغت على سيارتي. ايوه اتذكر شفت هذولك والله بلغت بعدين دقيت عليهم. الموقع المفضل عندي الستوب ساين حقي المفضل. هذا الستوب ساين هنا في علامه توقف لازم الناس يوقفوا فيها. يجي طلال يوقف هنا عشان يصيد الناس اللي ما يوقفوا في الستوب ساين. يعني مكان استراتيجي هنا طلال صراحه. ايه والله في الليل والله ما يشوفوني. فالان مهمتنا ان نقعد هنا نراقب التقاطع هذا نشوف اي احد ما يوقف في الستوب ساين على طول نصيده. شوف هذا خلينا نشوف هذا بيقطع ولا شيء. شوف هذا خفف ومشي. ما لا لا الناس اللي ما عندهمش رخصه سياقه لما يكون ساين مكتوب فيه ستوب قانونيا يجب عليك ان توقف ثم تقلع من جديد. بس مشي عشان لا عشان مشي حبيبي تزرع لا تصنع لك انت كم مره خالص. اسمع 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 بيقطع ولا شيء. هذا خفف ومشي هذا اقدر اخالف. بس مشي عشان لا عشان مشي حبيبي تزرع لا تصنع لك انت كم مره قال له يعني عشاني في وجهي دير لي وجهنيه مشي هذا وخليه يروح. صح خفف يا في بعضهم لا ما يخفف. الان بحط الكاميرا هنا ونبدا نراقب الناس ان شاء الله لين نلاقي صيده. سد محترم اسمع ونشوف. لا يوقف هذا باين عليه. لا وقف هذا توقف تام. توقف تام. صيده 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 الان قاعد يوقف. هذا يستاهل مش يتوقف بس كيف بداش ستوب. هذا مخالف يوم دخل جوا المواقف. هذه مواقف خاصه السياره اللي تقول لك الوضع مالك. جميل جميل توفيق يلا. شوف يعني الجمله لما يقول له خليك في السياره اتاكد من الوضع ثم ارجع عندك يعني هذه الجمله وحدها فيها رهبه نوعا ما. يعني في امريكا في اي لحظه يقدر يخرج لك سلاح يعني يلمس السياره من خلف. ها كيف كيف اخلاقه؟ الحمد لله اخلاقه كويسه. يسال عن الاخلاق عيسى يعني والله شاب محترم شاب متخلق. بسم الله بنزل الان. يلا اعترف بغلطته. يعني هذه نصيحة للشباب لما يتم إيقافكم وتكونوا في موقف مخطئين اعترفوا بالخطأ تاعكم
يعني مثل ابواش ممثلين الى اخره، اعترفوا بالخطا تاعكم، ممكن تلاقوا مع شرطي ولا مع شخص يكون يتفهمكم ويحطكم مكان يعني ابنائه ولا يعني اشخاص يعرفهم ويسامح معكم ولا يعطيكم نصيحه في محله. كنا خلصنا من هذه المخالفه، الله يعطي العافيه طلال، فهموا الغلط وهو كان متجاوب، عدت على خير والحمد لله، يعني ما في مخالفات والامور طيبه. تبغى نكمل الصيد صراحه؟ يعني بكل صراحه يعني هذا الشرطي سعودي في امريكا تحيتنا له، يعني الباغ قادر يقول لك لا كيف يعمل مع الشرطه، يعمل مش يحارب، يعني راه يعمل في الامن والامان، مع العلم انه هناك نسبه كبيره من المسلمين مقيمين في امريكا، لذلك راه يساهم في امانهم وسلامتهم. نروح بلاغ. نروح بلاغ ابشر. طيب اخوان الان بنروح نباشر بلاغ ان شاء الله. البلاغ عباره عن شخص مقعد يمشي بالكرسي المتحرك وسط الطريق، سد الطريق، يعني سد الطريق، سد الطريق، تخيلوا يعني بين السيارات، يعتبر حاله طارئه من الدرجه الثانيه، صح يا طلال؟ صحيح، لانه احتماليه يؤذي نفسه. فالان ان شاء الله موجهين نباشر البلاغ هذا. اشغل انا السيفتي. هلا يا صوت، هلا. طبعا عشان الحاله تعتبر طارئه، طلال شغل السيفتي وقاعد يمشي بسرعه، فلازم نلحق عليه بسرعه ان شاء الله. مو مره بعيد صح؟ وصلنا. يلا دور على واحد مقعد. شوف هناك واحد مقعد. في واحد مقعد هناك؟ يلا الان ننزل ونشوف ايش يصير معنا. اي كده يكون يعني اي بلاغ يجب على الشرطه انه خلصنا البلاغ هذا، خلينا نمشي في الشارع ويوقفنا كده في المحطه. اسمع عادي ابحث عن هذا حبيبي، انا بحث عندي، انا المساعد اليوم. بلاغات في كراش حادث ما ينفع، في ثيفت بس اتس اوريدي هابن، والله ما في شيء. اي ناخذ جوله، بناخذ جوله الان عبما يجينا بلاغ. حلو. طب الحين لو واحد غير مساره، شوف هذا لف يمين ومن غير ما اشر، يحق لك توقفه؟ اقدر اوقفه. تبغى نوقفه؟ والله تبغى انت نوقفه؟ ايوه. بس سبيس نوت كلير. هذه المواقف لازم تكون شوي قوي في السياره. ايوه لا تنسى الاف 12 لو صار شيء لا قدر الله. طلال يقول لي لو صار شيء لا قدر الله على طول اضغط زر الامرجنسي هذا واتخبى في السياره. الله يستر عليك يا طلال. شوف نزل، شوف خطوره كبيره يتعرض لها الشرطي في امريكا، خطوره كبيره جدا. طلال يده على المسدس، شوف كيف مستعد. هذا طلال راجع الان بعد ما تكلم معاه واخذ منه اوراق. بشير كيف وضعه هو؟ يعني شوي مو مضبوط. مقلق، انا بس ابغى اشوف انه لو السياره مسروقه. وضعه مقلق. اهم شيء طلال على السياره في احتماليه تكون مسروقه. اعطاك رقم اللوحه؟ قال لي ما في يوم النق، عشان كذا قد اقول لك انه مشبوك، عشان كذا انا قد اقول لك انه انا خايف تكون مسروقه شيء، عشان كذا بشيك، عشان كذا تحط عينك عليه. 144 347. مو طالع سياره، ما نعرف هل السياره مسروقه شيء بلا، ما ندري، عشان كذا انا قلقان. 8547 days. Can I have a unit check by code 2 please? يعني أنا أطلب المساندة، أطلب الدعم، لأنه الأمر ممكن أنه يتحول، كما درت لكم فيديوهات من قبل حول تدخلات الشرطة في بعض المرات، يعني يكون تدخل عادي ثم يصبح هناك رصاص متطاير من كل الجهات، لذلك الخوف والتوتر يشعر به الشرطي. يعني إلى الآن السيارة مشبوهة، ممكن تكون مسروقة، يعني يمكن تكون مسروقة، يمكن اللايسنس بليت هذه أصلا مزيف، والرجال وضعه مشبوه. أيوه بيجينا دعم؟ دعم، بنشوف وضع الرجال، شوف تحركاته وسوى شيء لا قدر الله، حركة. عليك والله صح حلو، والله ما عليك، مرة بتنح فيه. اسمع فهمتوا ولا فهمتوش؟ اسمع عيسى. بنشوف وضع الرجال، شوف تحركاته وسوى شيء لا قدر الله، حركة. عليك والله صح حلو، والله ما عليك، مرة بتنح فيه. هنا الشرطي راي في البي سي يبحث عن معلومات السيارة، قال له شوف وحفظه. قال له والله صحيح له، يعني راني معسو ما تعمرش راسك. بيشردوا ربي ما يفر. بيشردوا يا ربي ما يفر. والله صحيح له، والله ما عليك، ما تنحي. عيد بيشردوا ربي ما يفر. عيسى والله بليت ما في. نفسه خفيفة. الدعم جاي، الدعم جاي، كوتا قاعد يتحرك. قاعد يتحرك. شوف يد، شوف لاحظ معايا يد الشرطي على المسدس، لأنه في أي لحظة ممكن أن يكون هناك خلل. بخلي الباب مفتوح أنا عشان لا قدر الله لو احتاج أطلع. أوكي. شوف أنت شايف راسه؟ أي. قاعد يتحرك كذا. يجهز نفسه. لا قدر الله صار شيء بس انزل هنا، أوكي؟ ما عليك، انزل بحطها على راسه. أي. أيوه. بس خليه يقرب بس.
انت مسلح انا غير مسلح يعني. اي والله سابقه كان مسجون. كان مسجون عليه سابقه. سابقتين. هذا المشرف حق طلال جاي يساعد طلال ويشوف الوضع كيف معه. طلع من عند السياره وجاوا هنا يتكلموا ويكملوا النقاشات في موضوع. That's the reason it's not coming back because we have it on Texas but it's an Oklahoma plate. Oh, okay. He probably never registered it in Texas. There we go, blue Honda. Blue Honda. So it's not stolen. طلع رجال سليم بس اللوحه طلعت من ولايه ثانيه صح؟ ولايه ثانيه. ايوه ما كانت واضحه انه ولا قال لك الكلام هذا ولا قال لي. الوضع سليم الحمد لله. الوضع سليم الحمد لله. يا نعطيه مخالفه علشان اللايسنس بليت مشي أو مشي 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 شو عيسى والله نحى مخالفتين. قال له راح نعطينه مخالفه بسبب اللايسنس بليت. قال له عيسى مشي مشي خليه يعطيك العافيه. اسمع اسمع لايسنس بليت مشي 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 والله طيب التفاهم مع انه وضع سليم. تعال تعال عادي يلا الان ننزل مع طلال نشوف الوضع كيف بيكون. I'm not gonna give you a citation for anything. I'll give you a verbal warning. That's it. It's okay. It's okay. It happens. I know you have a lot of things going on and everything like that. And you have a driver's license, insurance, and the two papers you give us. بمال ممكن بمال. صار لك طيب يعني. ما بك تدي مخالفات. صح. واحد ما ادري عن ظروفه ما ادري عن وضعه. صحيح. شكينا فيه طلع مسكين بريء. بريء. تبغى بحل لك على البلاغات؟ شوف البلاغات. ابشر في بلاغ جديد يقول انه في كاستمر زائد وطلع في السلاح. ولسه موجود الان؟ ولسه موجود. يلا نوجه. صار في اسلحه. نروح الان نشوف البلاغ هذا باذن الله. هاند جان يا ساتر. شوف يا ساتر. لابس لونج سليف. شيرت. بلاك لونج سليف شيرت. ايوه وبلاك تذكر الديسكربشن. حلو. اوكي طيب حلو حلو حلو. انا ركزوا معايا في اللقطه. الشرطه دخلوا من اجل انهم يبحثون عن شخص طلع سلاح في المتجر بعد ما غضب. هات شوف الوضع اذا تمام حادخل. اعزائي المشاهدين الشخص هذا اللي يتكلم مع عيسى هو الشخص الذي تبحث عنه الشرطة ولكن عيسى لا يدري. وانا قاعد اتكلم معاه هو المتهم ما كنت ادري انه هو. شايفين طلال قاعد يتكلم. ها؟ ها؟ I got you on video. المهم في الاخير اعزائي المشاهدين عيسى طلع من الجوله وكانت جوله سليمه صراحه. تجربه فريده من نوعها وجميله صراحه يعني انك تشوف يوم مع شرطه وفي نفس الوقت شرطي اسمه طلال وهو سعودي. اعزائي المشاهدين كانت يعني فيديو جميل صراحه. أشكركم على متابعة هذا الفيديو الأخير. صلوا على النبي المصطفى. نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله وانشروا المقطع في كل مكان. Peace. السلام عليكم.